صباح الخير. المسيح قام حقا قام. اليوم الأحد 31 أدار 2013، اليوم الأحد العظيم أو عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية يلي بتتبع التقويم الغربي، ومنتمنى للجميع أعياد مباركة بصباح هالقيامة. حلقتنا لليوم رح تكون مميزة، فالبداية مع تقرير خاص بعيد الفصح وكيف احتفلت فيه منطقة الصيفة وأجواء الفرح بتبقى من بيروت مع عرض راقص وهشك بشك. من بعدها نق رجال على نق النساء بتقرير خاص وضيفنا لليوم المرنم نزار فارس. إنما البداية أكيد بتبقى مع أحوال الطقس، ومعنا اتصال مباشر مع الأستاذ محمد كنش. صباح الخير، ينعاد عليك. صباح النور وتنعاد عليك وعلى كل المشاهدين. الله ميرسي عيد ميرسي. شو فيك تقلنا عن طقسنا لليوم خصوصا اليوم عيد؟ بالنسبة لليوم في عنا الطقس حيكون قليل الغيوم صباحا، في عنا ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ممكن توصل ببيروت ل 31 درجة. الارتفاع بدرجات الحرارة حيكون مصحوب مع بعض الغبار بالأجواء، بيتحول تدريجيا اعتبارا من المساء إلى غائم مع ضباب على المرتفعات، احتمال تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة. نعم. خاصة بالمناطق الداخلية. بكرة بيرجع بيتحسن الطقس، بيكون غائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة، والثلاثة قليل غيوم مع استقرار بدرجات الحرارة. يعني عطلة حلوة لهلأ، يعني كل مفارسين يعني مقبولة. نعم تفضل. بالنسبة للحرارات على الساحل لليوم بين 14 و 31 درجة، بيروت فوق الجبال من 13 ل 27 وبالأرز من 5 ل 22، أما بالداخل فمن 10 ل 30 درجة. هيدي الحرارات لليوم. بكرة في عنا انخفاض بدرجات الحرارة، يعني على الساحل بتكون بين 12 و 27 درجة، فوق الجبال من 11 ل 23 وبالأرز من 3 ل 14، أما بالداخل فمن 10 ل 25 درجة. نعم، منتشكر اتصالك اليوم، أكيد موعد جديد بيتجدد بكرة. وهلأ بنتقل عند إلي. صباح الخير إلي، ينعاد عليك. صباح النور جوال. المسيح قام حقا قام، ينعاد على كل يلي عم بيتابعونا. طبعا الصحف قليلة لليوم، نهار عطلة، ولكن رح نعمل جولة على أبرز الصحف والمجلات السياسية. البداية بتكون مع صحيفة الحياة وبعناوينا لليوم: الائتلاف السوري يؤكد أن واشنطن ستغض الطرف عن الجهات التي ستسلح الجيش الحر. النظام ينتقم جوا من درعا وإدلب. المعارضة تنتقدها وتضم امرأة واحدة والداخلية لأمني متشدد. الأردن أنسور يشكل حكومة تكنوقراط. حزب الله وجنبلاط يتجهان لتأييد ميقاتي والسنيورة إلى الرياض للتشاور مع الحريري. لبنان سليمان يحبذ حكومة حيادية. كل الاحتمالات ممكنة، وأمريكا تعزز دفاعاتها لحماية أراضيها. كوريا الشمالية تعلن حال الحرب. من الحياة إلى صحيفة المستقبل: ريفي يسلم الأمانة والسفير الأسدي يتطاول مجددا من الخارجية على اللبنانيين والعرب. الراعي ناقم على معارضي الستين علنا والعاملين له سرا. وبالصورة الرئيسية بصحيفة المستقبل: اللواء ريفي يهم بمصافحة رئيس فرع المعلومات العقيد عماد عثمان. إردوغان: المعارضة السورية تكتسب شرعية أكبر. الجيش الحر يسيطر على حي استراتيجي في حلب. يوم الأرض يشعل التظاهرات في الضفة والقطاع و48. المختارة الجاثمة على صدر الممانعة. جنبلاط يسبح وميقاتي يغرق. الرئيس اليمني يحذر من حرب أهلية إذا فشل الحوار. بيونغ يانغ تعلن حالة الحرب مع الجنوب. من صحيفة المستقبل إلى صحيفة الشرق الأوسط: قال إن هناك جهات تسعى إلى عرقلة الحوار الوطني. الرئيس اليمني يحذر من حرب أهلية. نيابة عن خادم الحرمين، ولي العهد يتوج الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية. وهذه هي الصورة الرئيسية بصحيفة الشرق الأوسط. قصف جديد لمطار العاصمة وتقدم استراتيجي في حلب. المعارضة السورية تشكل كماشة من الجنوب والشمال وتسعى لقطع دمشق عن الساحل. تدشين الرحلات الجوية بين مصر وإيران. أمر باعتقال باسم يوسف ومنع ابنتي عمر سليمان من السفر.
أنسور نسير على حقر ألغام منذ سنتين، أصغر حكومة أردنية منذ عام 1976 تضم 10 وزراء جدد. ومقالة عماد الدين أديب لليوم بعنوان من المنتصر، الحكم أم المعارضة؟ رح انتقل من الصحف اليومية القليلة، طبعا قرأنا عماد الدين أديب، برجع بذكر بالعنوان من المنتصر، الحكم أم المعارضة في الشرق الأوسط. رح تابع وانتقل هلأ للمجلات القليلة كمان لليوم مع مجلة الأفكار، سقوط قانون الستين يعطي نيابة طرابلس للواء أشرف ريفي، السفراء الأجانب للرئيس ميقاتي ممنوع الانفجار الأمني، الرئيس سليمان يسأل القمة العربية عن المخطوفين التسعة، وزير الداخلية اللواء مروان شربل كنا أمام أزمة انتخاب فأصبحنا أمام أزمة انتخاب وتأليف، النائب عمار حوري حكمة الرئيس بري أطفأت الفتنة، رسائل سياسية وأمنية إلى اليونيفيل بالبريد الجنوبي. ودائما بعناوين مجلة الأفكار، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل، الرئيس ميقاتي تسرع في استقالته التي خلقت تشنجا، لكن هذه الاستقالة تفتح الباب أمام تأليف حكومة وفاقية. عضو كتلة المستقبل الدكتور عمار حوري بكل صراحة وشفافية، الفريق الآخر أحرج الرئيس ميقاتي فأخرجه لأن لديه عقلية استئثارية وإلغائية. عدنان القصار كرئيس للغرفة التجارية الدولية للأعمال أقبل التحدي الذي يضعه الميثاق العالمي للأمم المتحدة. رينا الشيباني العائدة من مهرجان ملكة جمال الكون في لاس فيغاس أقول للمغتربين يا غايبين رجعوا. بنتقل هلأ لمجلة الأديب وبأبرز عناوين، ميقاتي على الاستقالة تشكل مدخلا لإخراج لبنان من النفق، الجدل البيزنطي الحوار أولا أم الاستشارات، سليمان يأخذ وقته بري لنجتمع ولو لأخذ الصورة، السنيورة الحوار لعمل مجد. كلمة الأديب لها الأسبوع بقلم دكتور مصطفى جنيد بعنوان كما تكونون يولى عليكم، ميقاتي إذا سميت فلن أقبل بأقل من حكومة إنقاذ جامعة، أشرف الأشرف بين الشرفاء، عريضة نيابية وقعها ميقاتي للتمديد لقادة الأجهزة، المستقبل الاستقالة تفتح أبوابا واعدة ونتطلع إلى دور رئيس الجمهورية، الحريري عرض وبري و14 أذار المختلط والتمديد الأمني، الجيش انتشر والوضع الأمني بين الهدوء والحذر وبعض القنص، شربل ما يجري في طرابلس أقوى من الدولة وعلى كل القوى والأحزاب عدم تغطية أحد. وختاما في الأديب، بلدية طرابلس في موت سريري وغيابها واضح وفاضح، الفوضى تجتاح المدينة ولا حل إلا باستقالة المجلس الحالي وانتخاب البديل. هيك بنكون ختمنا جولتنا على أبرز العناوين السياسية، مواعيد ثقافية وفنية مع جوال بعد الفاصل. مواعيد صيفية عديدة ونشاطات عم نشهدها وعم نكون بانتظارها، البداية من أجواء العيد، فبمناسبة عيد الفصح المجيد ومثل كل سنة نظم حزب الكتائب قسم رومية وبحضور رئيس إقليم المتن السيد ميشيل الهراوي نشاط الأج هانت. عم نشوف على كل حال بعض المشاهد، نشاط ضم الكبار والصغار كمان من عمر الثلاث سنين لعمر 12 سنة بدير مار يوحنا برومية، حيث اجتمعوا الأهالي بالدير وحضروا مأكولات للاحتفال سوا بهالعيد. عدد الأطفال المشاركين تجاوز الألف، لعبوا سوا وكان أيضا في نشاطات كتيرة مخصصة لهم مثل البحث عن البيض، تلوينهم كمان. هالأمور يلي صارت تعد من العادات والتقاليد يلي بترافق هالعيد. هنا عم نشوف لعبة البيض، كيف بخبوا البيض. إذن هذا النشاط هو سنوي عم بيرجعوا يعدوه حزب الكتائب قسم رومية، حيث عم يجتمعوا الأهالي بدير مار يوحنا مثل ما هلا عم نشوف، وعم بيلعبوا الكبار والصغار.
سوا. إذا من أجواء العيد أيضا بتابع جرين إيستر إن زيتونا باي، عنوان بيختصر يوم بكامله لتمضيته مع أطفالكم بمناسبة هالعيد، يوم بأحضان الطبيعة مع نشاطات ترفيهية عديدة مخصصة للأولاد. هالنشاطات بدأت امبارح مستمرة أيضا لليوم وبكرة من الساعة 3 للساعة 9 المساء. أيضا من أجواء عيد الفصح المجيد المسيطرة بكل لبنان، بلدة عمشيت أيضا عم تستقبل هالعيد على طريقتها، فرح تشهد اليوم على نشاطات مختلفة مخصصة للأطفال من تزيين للبيض وتلوين وألعاب. هالنهار رح يبدأ من الساعة 3 بعد الظهر ويستمر للساعة 7:30. من أجواء العيد رح انتقل لكل محبي السوبرانو تانيا الأسيس، انتم على موعد معها بالفورم دبيروت يوم 12 من نيسان المقبل، رح نشوف بعض اللقطات. إذا برجع بذكر بالموعد ب 12 نيسان بالفورم دبيروت. كابريولي فيلم فاستيفال هو مهرجان عم نشهده سنويا، وهيدي السنة الخامسة تحت عنوان التغيير، فلكل يلي بهمهم المشاركة بهالحدث وإرسال أفلامهم فيهم يتواصلوا على هالموقع الإلكتروني www.cabriolefilmfestival.com. Call for entry. ايضا من المواعيد الثقافيه اللي عم نشهدها سنويا تركيش فيلم فيستيفال بدورته الثالثه بالتعاون مع السفاره التركيه بلبنان، رح تشهد سينما متروبوليس صوفيل على مهرجان السينما التركيه ب3 ل7 نيسان المقبل. ختام مواعيدنا السقفية مع كل محبي شانتال جويا، هي اليوم بلبنان قدمت امبارح مساء امبارح أول عرض لها، ونحن على موعد معها اليوم أيضا الساعة 4:30 بالفيال. Oh, il le mérite, tu sais. Regarde, on arrive déjà dans la forêt. Comme il va être content, Monsieur Chen, quand je vais lui offrir ses fleurs. C'est vrai? مع هذا الخبر اذا بنكون وصلنا لختام جولتنا الثقافيه، وهلا وصلنا لمحطه اسبوعيه مع الاعلاميه الكبيره وارده. صباح الخير وينعاد عليك. خير، صباح الخير جوال، ينعاد عليك، وصباح الخير ينعاد عليكم وعلى اخبار الصباح. ميرسي. بدك تساليني شو في اليوم بالمجالس بالامانات؟ أكيد. في عنا كثير. اولا سؤال، كيف يحتفي الوطن اسمه لبنان بالقيامة بعدما خطفوه وحبسوه في زنزانة؟
عنوان آخر بين بيضة القبان السياسية وبيضة الفصح الإيمانية، لمن الغلبة في القيامة الحكومية؟ مستوذرون حد الهاتف ينتظرون، ولكن طويلا طويلا سينتظرون. وفي العناوين أيضا ليلة القبض على فاطمة، عذرا مدام جول، جيت تصرف أعمال أو جيت تلعب الكهرباء على حبال. والعنوان الأخير وبدل ما يبق البحصة بري فجزرة. أما ضيفتا المجالس بالأمانات سيدتان، هل تدخلان جنة الوزارات؟ دكتور فادية كيوان، دكتور منى فياض، ليش لا وزيرات؟ وإلى اللقاء في المجالس بالأمانات 8:30 إذاعة الشرق. أكيد كلنا على السمع. ما بنتمنى لك جوال. نتمنى لك حلقة موفقة. شكرا لك. عودة لإلك إلي مع حالة طرقات. جولة سريعة على الكاميرات المثبتة بعدد من المناطق اللبنانية، وبنقدر نحذر يعني نهار الأحد سلف المشهد، حركة سير خفيفة جدا في طرابلس، من طرابلس إلى جسر سليم السلام حركة شبه معدومة، من سليم السلام إلى البربير المشهد نفسه بيتكرر، ومن البربير رح ننتقل إلى صيدا حركة سير هادية بالمدينة، من صيدا إلى جونية كمان حركة سير هادية جدا 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 بهالوقت هيدا من الأسبوع، خاصة أنه اليوم عيد. وهيك بنكون ختمنا جولتنا بالصور، لننتقل لغرفة التحكم للمرور للعاصمة بيروت مع المعاون أول جهاد أبو زكي. صباح الخير ويعطيك العافية. صباح النور، الله يعافيكم. ينعاد عليك. طبعا اليوم عيد، الحركة يعني كتير كتير خفيفة على الطرقات، شو فيك تضيف على المشاهد اللي تبعناها سوا؟ نعم، اول شيء كمان ينعاد عليكم اكيد برنامج عالم الصباح، وينعاد على جميع اللبنانيين وخصيصا الطائفه المسيحيه. بخصوص الشوارع مثل ما ذكرت حضرتك، هالاثناء حركه سير طبيعيه، الشوارع شبه فاضيه من وراء عيد وما في حركه سير. المداخل الثلاثه عم تشهد حركه سير اقل من طبيعيه، كذلك بيروت، شوارع بيروت بعدها في الأثناء حركة السير عليها طبيعية وما في عوائق. نعم، هل سجلت أي حوادث سير مبارح؟ خصوص الحوادث وللأسف مرتفع عدد الحوادث خلال 24 ساعة المنصرمة، من الساعة 7 من تاريخ مبارح لغاية الساعة 7 من تاريخ اليوم، وقع 10 حوادث نتج عنهم 3 كتلة و17 جريح. نعم، هل في أي إجراءات خاصة لهذا النهار، إجراءات سير؟ بخصوص إجراءات السير، في أعمال تثبيت، ستقوم إحدى الشركات بأعمال تثبيت من التحويل من جسر الصحة مرورا بمحازات مجمع السيتي سنتر ولغاية الفتحة المؤدية إلى أوتوستراد الكارنتينا الصياد. نعم، وذلك اعتبار من الساعة 6 من تاريخ اليوم حتى فترة الانتهاء. نعم، يتطلب ذلك إقفال الطريق بين التحويلي ومجبل البطون. نعم، حضرة المعاون الأول، بالنسبة لحوادث السير وين وقعت؟ بأي مناطق، على الأوتوستراد ولا بالقرى بالداخل يعني؟ في بالأوتوسترادات العامة وفي بشوارع فرعية يعني متشكلة مش. نعم، آخر حادث وقع الساعة 6 إلا ربع، نتج عنه جريحين، 9 سيارات. إيش وين بأي منطقة؟ أوتوستراد جوني تحت جسر المشاة الزوق تحديدا. نعم، تحت جسر المشاة على المسلك الغربي. نعم، يعني نطلب من الكل يسوقوا على مهلهم وبوعي. المعاون أول جهاد أبو زكي، شكرا لك ويعطيك العافية. حلقة خاصة بعيد القيامة بحسب التقويم الغربي، ضيفة لليوم المرنم نزار فارس، كونوا معنا بعد الفاصل. صباح الخير من جديد. المسيح قام، حقا قام، ونحن شهود على ذلك. من حوالي 2000 سنة قام ملك الملوك من القبر وغلب الموت بالموت، ليأكد أن مملكته ليست من هذا العالم.
بصباح القيامة عم يحتفل المسيحيون يلي بيتبعوا التقويم الغربي بالأحد الكبير أو بأحد الفصح، وطبعا بترتفع صلواتنا بهالنهار لقيامة جديدة للبلدان العربية يلي ما زالت كل يوم عم تتشح بالسواد. ما بيبقى إلا أنه نعيد كل يلي عم يحتفلوا بهالنهار بقيامة مجيدة. وهلأ ومن أجواء العيد رح ننتقل للشارع اللبناني يلي بيستقبل على طريقته هالعيد المبارك من عادات وتقاليد بترافق الفصح المجيد بالرغم من الأوضاع الاقتصادية ومن التحديات يلي عم بتواجهنا. تقرير. بيضة مثل ما هي يسلقوها ويعملوا لها يلونوها ويجيبوها ويفوتوا على الناس بكسرون 20-30 بيضة عم تضلها مثل ما هي. هنيك نهار علقوا مع رجال صاحب بيت قال له جيبني وحدة مزفتة وعم تكسر لي البيضة تبعوني هون وعلقوا مع بعضهم. من فائز اللي بيربح اخر شيء بياخذ البيضات وما بيدفعها. والله يلي بيربح اخر بيضة بياخذ البيضات هو هذاك بيدفع حقه. كانت ايام حلوة لو تسهر تنامي على البرج في امان في امان. كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون وحتى انت يا حبيبي مش كاين هيك تكون. كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون حتى انت يا حبيبي. كانت ايام حلوه فعلا، فكل ما بيطل العيد بوعي فينا ذكريات قديمه مضحكه عن بطولات المنافسة بالبيض، عن قعدات وغدوات وجمعات باتت اليوم مفقودة بظل الوضع الاقتصادي السيء اللي عم بمر فيه معظم المواطنين. فهل فقدت الناس الحماس بالعيد؟ ليك للحماس الديني لا، بالعكس العالم بعده إيمانة قوي ومنيح، بس إنه للحماس الاقتصادي يعني العالم كيف عم يشتروا وما عم يشتروا ما في بتحس كتير حركة. ما في عيد ما في عيد ما في عيد ما في عم تفهمني تقولي لحدا مرحبا لصاحبي إذا شفته على الطريق ما عم قال له مرحبا، عم استحي أقول له كل العيد أنت بخير. لكن طلع عن مدير بنك لناشر عرض عمل له كل سنة أنت بخير، قال لي عاشور خير أي خير مدير بنك. تعتير رايح علينا والغير عايش. كيف عم نعيد؟ عم جيب نقيش رايحين ندفع المي. كله عم ينق وكله عم يشكي. كل عالم كركب راسها، مش كثير مبسوطة، بس عم بتعيد غصب عنها لأنه بدها تحتفل بالعيد. هلا حماس قوي قوي مثل قبل؟ لا، بس إنه في أكيد عرفتي الناس بدها تشتري، في ولاد صغار بدهم يشتروا لهم تشاب. يا ضيعان راحوا، شو ما صار لكن راحوا، مش سامع كان هدي الكون. عيد القيامة عيد التجدد، جددت العالم نفوسها وحضرت حالها للعيد، فالأمل بالحياة الجديدة دايما موجود والكل عنده مشروعه بهنهار. أنا بعيد هون بالكنيسة، أنا هون ليل ونهار بالكنيسة، معايدة مع هالعائلة وين بدي أعيد؟ ببيتي ما بروح لمطرة، معايد بالبيت. بنروح على الكنيسة قبل كل شيء والولاد بيمشوا قدامنا. أنا ماشي عيد ونصلي وهي. أنا معزومة بكرة على الترويقة وفي بيض ما اشتريت. ما اشتريت؟ لما أنا واحدة عايزة وبكرة بدي أكل بيض على بكرة على الترويقة وخلاص. بحب أكثر شيء تفيس البيض. نتسلى هيك. عنا عوايد من زمان وجاي إنه نزين إنه نعيش بها ملحي العيد ظاهريا وداخليا. مثل المصلوب اللي عاش حياته بتواضع رح يتحدى اللبنانيين جميع المصاعب ويؤمنوا بتجدد الوطن باسم المحبة والوحدة والعيش المشترك. ومننا لكم فصح مجيد. شو بدي اقول لك؟ ان شاء الله بصير في سلام، ينعاد عليهم ألف سنة وتكون صحتهم مليحة وتروق هالبال. هابي ايستر. كيف لك يا فصح مجيد وكل عيد وانتم بخير وينعاد عليكم جميعا. وشو بدي اقول لك كمان؟ عشان للجميع كاين رقي وحنون
حبك غير ريت عمره ما يكون، ريت عمره ما يكون، ريت عمره ما يكون، ريت عمره ما يكون، ريت عمره ما يكون. ما اشربش الشاي اشرب ازوزه انا والعتبه كزاز وغيرها من الاغاني القديمه يلي اشتقنا نسمعها كلها صارت متوفره بهشك بشك شو. هالعرض يلي عم يشهده مترو المدينه عرض عم بيستعيد من خلاله الجمهور عصر ذهبي للفن المصري الشعبي والصعيدي من كباري القاهره الى كباري مترو المدينه مع المزيد من المشاهد يلي بتختصر هالعرض. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي. فرقة حسب الله فرقة مصرية قديمة اشتهرت بأوائل القرن الماضي بالقاهرة، عزفت على آلات نحاسية وإيقاعية بحواري القاهرة وخاصة شارع محمد علي اللي منه انطلقوا أهم فنانية وملحنية الزمن الجميل. اليوم فرقة حسب الله استعاد المترو بعرض حمل عنوان الهشك بالشيك شو. اللي عم يعمله هشام جابر تحديدا مع الشباب والصبايا عم بعيد للاعتبار لشكل من اشكال الفرجه الشعبيه اللي فيها خفه فيها ذوق فيها طرب. كثير بحب الطرب القديم وبحب اسمع الاشياء المصريه القديمه واللبنانيه القديمه وبحب نرجع للتراث الحلو. الفكره حلوه انه يرجعوا للاشياء القديمه ويحطوها بعقليه الشباب الجديده اليوم كيف بيشوفوها لهي القديمه. التراث المصري القديم كثير حلو، طرب أصيل كتير حلو، الهشك بشك الجديد ما بيعجبني أبدا. مش أول مرة بحضره لأنه فعلا هيدا تراث قديم نحن ما تعودنا عليه وإن شاء الله بترجع هيدي الأيام لحتى يرجع كل شيء قديم. حتى أنا عندي ثقة فيهم لأنه الشباب عن جد بيشتغلوا من قلبهم وبيحطوا مجهود ولحد هلا كل شيء حضرته كان من مستوى عالي. ذهب الليل طلع الفجر والعصفور صفر، شاف القطة كلها بسبس قالت نو 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 نو. ماما قالت له سيب القطة وخليها تقلق تكمل للدور ما تقلقش ستارة بتفتح على فرقة موسيقية شبه مخدرة وشوي شوي بيقوى الإيقاع لننتقل من كباري القاهرة إلى الصعيد المصري عبر أغاني مثل خليه يتجوز يا بهية، العتبة كزاز، ما شربش الشاي وغيرون. نوع موسيقى معينة لناس كانوا خاصهم بالأفراح، خاصهم بالموالد، خاصهم بالكباريات انترتينمنت، يعني كانوا يشتغلوا على شيء أب سلطني وكذا وي. فالشو بهذا المطرح هي أول شيء الفكرة بلشنا فيها لما كنا نعمل حفلات من فترة سنة، صرنا نجرب نفوت بحفلاتنا أغاني مصرية من أفلام. وطبعا العرض هو ما بيعتمد على حدا معين، كلنا مع بعض في هذه الفرقة مثل فرقة حسب الله اللي بتقدم أغاني بمناسبات شعبية، أعراس ومولد وإلى آخره. الفكرة أنه عن جد عم نتسلى، هي كل الخبرية. فأنه ورأيي بهذا المطرح أنه ناقصنا هيك عروض سيمبلي يعني. وهذا الشيء كتير لذيذ لأنه نحن كجيل أنه أنا بعرفهم من الأفلام المصرية الأسود وأبيض كتير مهضوم. عندي سولو لهند رستم اسمه حبيبي يا رقة. بالنسبة لي تجربة جديدة، أنا كوني فيولونيست يعني بعزف كمان، بس عجبتني الفكرة كتير. أكورديون صار لي حوالي سنتين مش أكتر،
وكون الاكورديون هو آلة كتير مهمة بالكباريه المصري التقليدي إذا بدك المعروف تبكلي. أنا بعزف إيقاع وآخذ دور خفير مثل حارس للملك مع الوضع الصعيدي والأقواس والأشياء. أنا بمتر المدينة لكل الكباريات شو كباريات اللي مرقوا قبل برودكشنز كنت صمم التيب واللوكس ميك أب شعر وكل شيء. كمان عندي دور راقص ومغني. كل أمبيانس مثل كباريه مصري قديم يعني هول الضحكات وهيك. وأنا اللي برقص، أنا اللي ببيع حالي كرمال الزبونات ل شو اسمها بتكون بالمسرحية؟ المعلمة. لما خلي الله 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 هشك بشك شو لرجعنا إلى أيام سينما المصرية والعصر الذهبي للأغنية المصرية خصوصا بالثلاثينات والأربعينات. سلط الضوء على الكباريهات اللي انتشرت بالقرن الماضي واللي عم تبرز اليوم من خلال عرض هشك بشك شو المستمر كل نهار خميس بمترو المدينة بمنطقة الحمراء. الحلقة بتكفي وبننتقل للسؤال اليومي يلي أبطاله أنتو. سؤالنا لإلكن كان كم لغة بتحكي؟ خلينا نشوف الأجوبة. عربي عم نحكي سنسكريتي صار ولا بلد جميع اللغات الله موجودة الله خلصها بعد البلد كرد تركيا سنسكريتي يهود كل شيء بدك نحكي فلبيني إذا بدك موستانا مهلنا مهلكتها السوبرا لالوك تنك منها هال نحكي إنجليش طبيعي إذا أخذناه بالدراسة ولغتنا العربية بالإضافة فرنسي لا نو. شو منحكي نحن اللبنانية ديومين عربي فرنسي وإنجليزي بونجور كومون فاتو هاي الأغ نو ما بعرفها أنا لا أبدا لا ما بأغي أبدا أبدا يور ويلكم. كم لغة؟ عربي فرنسي وإنجليزي لا وابني بيعرف إسبانيولي وبيعرف سويدي كمان وبنتي كمان الله أعلم على قد ما فيه هو بدك تحكي بالغيطون. انتوا وين ايام حصتها؟ ايامتين بتحطوها؟ اي ساعة؟ 8 الصبح. نحن هون بدنا بس الله يفرجها ويبعد المشاكل ويخلينا بصحتنا وما بدنا شيء. مزبوط؟ انا ثلاثة بيروتي وجنوبي وبعلبكي. جبن بدك جبن وماكدوز وكشك شو بدك اكثر من هيك؟ كم شو؟ بيروتية بعلبكية عرسلية يعني العربي وانجا نخلص فيها. انا نحن موديل قديم عمي. ثلاث لغات فرنسي وانجليزي وعربي. لكن انا كنت كيماوي رئيس سائرة الكيمياء بالجامعة الامريكية ايميل كامل وهبام AUB American University of Faculty and Staff. مليون ونص فلبينية انجليزي بس وعربك شوي جود ميرسي مدام. هاي اسمها اجنبي لغه بعد في لغه خلوا لغات الدوله عندنا لا والله ما عم نفهم شو بدهم. انت اي تلفزيون؟ انا؟ ثلاثه تركي كردي عربي. هاي برده نص نص السم قال يا ورمدا هاي ندم. عم بيسأل انه انت وينك يا ريت فيك تجي لعندي. هاي هاو ار يو ام فاين اند يو نايس تو ميت يو ثانكس فور يور تايم اوكي سي يو باي باي. رح نبقى ايضا مع اجواء الشارع اللبناني وكلمه اليوم رح نبقى مع تقرير من بعده مع فاصل اعلاني ونعود لمتابعه فقرات اخبار الصباح. ضحك قد ما بدك تضحك. هلا كام بلا كامو بونجور بونسوار. Ha ha ha!
معي مصاري، معي مصاري وما يصور وكل شيء. بطاطا برنجز. حب الأكل؟ حب الأكل، كثير بحب الأكل. وبشرب كمان. بحب المشاوي، أنا بساوي الأكل بإيدي، بساوي كل شيء، ملوخية، بازيلا، أنا نهار أحد بس أقعد بالبيت، أنا الأكل كله بساويه، أكل هندي، سريلانكي، نهار أحد أنا بوقف، بوقف على الطبخ، كل شيء بطبخ، كل شيء كل شيء كل شيء، بلا بظهرهم، لا أحد لا، نهار أحد بظهرهم، بس الأحد، إني بفضل أحد بظهرهم. قد إيه بتحطي لي عمر؟ لا، عمري أكثر. 48 بس ما يعني ما بحمل هم، ما عندي مشاكل، ما بهتم بحدا لا بالسياسي ولا بالدين ولا هيدا حكي وهيدا قال وهيدا، روح على بيتي كل شيء شو بيصير برا ما دخلني. يعني من الجنوب حد دشيت الحدودي، يعني بيني وبين اسرائيل مثل هون والسياره العديسي. العديسي شجره العديسي. بطلع كل سبت احد، جمعه سبت احد، سيرفا شتاء، بس مرتي ما بتطلع معي لانه مش من ضيعتي، لو من ضيعتها بلشت اللي مشي على ضيعتك دغري بتنام. لا من لهم كل واحد لازم يتجوز من ضيعته، عرفت ليه؟ بصير هي تشجعك انه انا مسوي لي مشاكل كثير. كلمه اليوم اهم شيء الضحك، لانه الهم والزعل بيعمل الامراض. حلقة بتكفي التسوق أو الشوبينج بين الهواية والإدمان، وإذا كانوا رجال استغربوا العنوان فالنساء أكيد عندهم فكرة عن شو عم نحكي. كاميرا أخبار صباح توجهت إلى الأسواق التجارية ووقفت عند آراء أصحاب المحلات والناس حول مفاصلة النساء خلال التسوق. تقرير. فات واحد على محل أنا هون ما بدنا نسميه، هلا كل قصده قري ال 45 دولار هي 450، هي قراها 45 دولار. بس نزل لتحت قال بالاول كثير حلو كثير حلو بجنن عليك مقبول ما بعرف شو، بس قال له صاحب المحل قال له انا ما قلت لك هيدا، عملت كثير. اجت لعندي في زبونه، اجت لعندي ما كان في موبايل عجبها يا لطيف بدها، سالت عنه مرتين ثلاثه، بس جبت لها منه طلعت قالت لي خمنته احلى من هيك. في عندي شاب رفيق بيشتغل هو سيلزمان بمحل، فاتت مره واحده لعنده قالت له سوري مسيو بس بقد ايه هيدي السويتشر؟ قال لها مدام هيدي ب 500 دولار، قالت له ليه بتقوص؟ قال لها وحياتك بترش مي. يعني المراه وزاره الداخليه يعني على طول النق موجود، يا بدها الرقم بيكسوش من الباك مجبور. حال اصحاب المحلات التجاريه مع النسوان حالي، فاني بيشتكوا من ذوقهم الصعب، كما انه الرجال منن بعاد عن النق، فلما توصل القصه للجيبه بصير النق ملح للرجال، ولكن بتبقى الحصه الاكبر للمراه، فاسمعوا منيح يا سيدات اراء اصحاب المحلات التجاريه والرجال فيكن. مثلا قد ايه معقول تصير هيدي 10 20؟ هيدي احلى من هي، وهيدي اذا كان حدا لابس مثلها بتشلحه بتشلحه بتغير ثيابها. طبعا المراه لانه هي بتهتم اكثر بالشوبينج وهالشغلات هاي، الرجل ما بيهمه هالشيء. المراه نقيه بتاخذ وقت اكثر المراه اكيد لتعتمد، مشان هيك من نهار اللي ما في نق بتنق ثاني يوم لانه بتحب توفر كثير على زوجها، لانه هاي طبيعه بالمراه يعني. تشوف حالها رفقاتها وعجيرانها اكيد ماما، يعني كل مصروفها على الشوبينج. بتاخذ مصروف من الزلمه بتصرف كله على الشوبينج، على الثياب، على ادوات التجميل، على الريحه. التسوق هوايه من هوايات المراه ولكنه كابوس من كوابيس الرجال، ان كان لجهه مرافقه المراه او من جهه الجيبه. طبيعة النسوان ما بيعجبهم العجب، يعني هاي منيحة هاي مش منيحة، لا هاي منيحة، أنا مالي خلق هيك. ما هي أخذت بطولة العالم بنق المرأة، ما بدها اثنين يحكوا فيها، وكل الرجال اللي الله قطع لهم رزقهم ورا نسوانهم قد ما بينقوا.
بس انا فيني شغلي اذا بدي اروح على محل تياب انا ما بحب نكش، لانه بعرف الموظف قد ايه بيتعب وقد ايه بيمرق عليه. انا ما بروح معها، هي بتروح بتتسوق عشان ما يسمش بدنها. المره بتناقش شو بدها تجيب وعجبها وما عجبها ولا وايه، وبتفوت 100 مره وبترد كده، والرجال بناء عليها يلا بدنا نخلص. عكست الايه وانا نيقه كمان. لوعة الرجال من السيدات واضحة، لحد ما صار الرجال عم بيطالب بحقوقه، فصدقوا أو لا تصدقوا بالتسوق انتصرت المرأة وأخذت كل حقوقها وكترت. كان تعمل شوبينج المدام وأنا مكزل الصبح حتى عرواق هي تعمل شوبينج. يعني والله ما عجبني هذا الشيء، بدي شيء غيره. في محل أنا بعرفه وقتها بكون مثلا الجوزة بكون تعبان بده يوصل على بيته، وبتصير بتاخده آخر الشارع وبتجيبه ولا تنقل غرضه وكي ما تلاقيه أو بتنقل على الكنبية. الرجال بضل يخاف لانه هو بيدفع المصاري. لا هلا لا، انا صارت كل يعني تقريبا كل النسوان البنات عم يشتغلوا، يعني ما بقى بحاجه انه نقعد تحت رحمتهم للرجال، خلص صارت تعتمد على حالها. اكيد يعني اذا واحد بيقدر يفاصل ليش لا، اكيد هنيه مع زوجي والحمد لله. مش نيقه بس عم اقول لك ذوق صعب، يعني اذا هيدي نيحه بيكون لونها غلط، إذا لونها منيح بيكون قياسها غلط. المرأة بالبيت صبورة بس بالحكي بنقاها. لحنا كتير شوي هيك مرقنا صعب، ما انتي قوام بتلاقي؟ لا شفتي معناتها لحنا بنق حق معه. بلا شفقي عليه، شفقي عليه، هيدي أبسط الأمور. تابعين حلقتنا معكم، وهلأ صار وقت نرحب بضيفنا لليوم دكتور بالعلوم الموسيقية والمرنم نزار فارس. صباح الخير ينعاد عليك. صباح الخير جوال، كيفك؟ الحمد لله. نزار، يعني أنت اليوم من أبرز الأصوات المعروفة من الكبار والصغار بالتراتير، ودايما كل الترانيم وبكل مناسبة بتكون حاضر. خلينا نحكي بالأول عن أهمية هنهار عيد الفصح بالنسبة لألك. بالنسبة لي هذا النهار أول شيء بعيد كل اللبنانية بهذا العيد، عيد قيامة المسيح، وبذات الوقت بالنسبة لي هذا العيد هو بيتوج إيماننا المسيحي، ومثل ما بيقول مربولوس بأحد الرسائل لو لم يقم المسيح نحن أشقى الناس، مشان هيك عنا رجع بحياة جديدة مع المسيح، إذا متنا معه رح نعيش معه. نزار، ليش أنت قررت توضع صوتك بتصرف إيمانك؟ يعني ليش هالخيار؟ هو خيار، انا صار معي حادثه يعني بالسنه 99، من بعد ما كنت مبلش من بعد ميداليه ذهبيه استوديو الفن وموسيقى ودرس وهيك، وكنت بلشت يعني خليني اقول ريش بالعالم الفن. يطلع لي ريش يعني ريش مش على كل حال تراك كمان تريش بالترانيه. وقتها صار معي حادثة بالفن وربنا كان عم يشتغل فيي صراحة، يعني هي قناعة إيمانية وذاتية ما حدا تدخل فيها إلا أنا وربنا، وكانت الدعوة هي مثل ما مقدمة للكل، دعوة كانت مقدمة لإلي أني أخدم ربنا بصوتي، وأنا قلت إيه. فيك ذكرنا بالحادثة لكل يلي ما بيعرفوها هيك بشكل سريع يعني؟ أوكي، انحجزت بأحد الفنادق بدولة عربية و 30 يوم ما كنت أعرف السبب، بعدين ظهرت من البلد بشكل أعجوبي، يعني كنت عم صارع مع الموت كل يوم، وهي صارت المشكلة مع رئيس البلد شخصيا اللي هو طلبني شخصيا لغني له وغنيت غنية من كلماته. مهم اللي صار معي أنه كانت المكافأة المصروفة لإلي راحت لغيري لأحد المسؤولين، وأنا ظهرت من البلد بشكل نشكر الله بعد 30 يوم، ولكن هالشيء أثر علي سلبا، عملت انهيار عصبي فترة شهرين، وأنا إجمالا قبل الفن حتى طول عمري إنسان ملتزم ومصلي خليني ألتقي، ولكن التقوية ما بتساعدك أنك تخلق علاقة حلوة مع ربنا، كنت حسب نظرتك لربنا كيف. هالحادث قريته يعني قريته بهالطريقه المعينه انه انت لازم تكون هالحادث؟ لا انا صراحه يعني من خلال قراءاتي بالكتاب المقدس كل يوم. انت من قبل كنت مبلش؟ من قبل كنت، نعم. انا طول عمري بالجوقات، طول عمري حتى كنت تقي لدرجه انه احضر اربع قداسات الاحد.
يعني هالقد بس هالشيء ما زاد لي علاقتي بعدك هالقد لا لا لا, لا. هالشيء ما حسن لي علاقتي بربنا. هذا اللي بدي اقوله انه كيف نظرتنا لربنا كنت تروح بداعي الخوف ومن القصاص وهالاشياء. مشان هيك لا انا يعني تغيرت نظرتي لربنا وخلقت هالعلاقه. وهذا اللي يعني ربنا ليه اجى وانصلب كرمال كل واحد فينا؟ ليه حبنا هالقد؟ كرمال نخلق هالعلاقه اليوميه معه. وانا كنت علاقتي اليوميه من خلال قراءتي بالكتاب المقدس من خلال صلواتي اليوميه وعلاقتي فيه بينا منك من خلال كلمته يعني انه عم يدعيني لرتل لكرس له صوتي واللي ما قدرت اعملته يمكن بوقتها كنت يعني مشروع فنان بس ما كنت بعد الشهره ما كانت بعد اجيت بلشت ولكن بس سجلت 3 ترتيل هول 3 ترتيل بال 99 ادعوك ابا عيناك تنظر الي نشيد المخلوقات ضجوا كثير بين الشبيبه المسيحيه بلبنان وبرات لبنان. على كل حال بعدهم لهلا بنسمع المناسبه الدينيه دائما بنسمع هالترتيل. هذا انا ما كان قصدي يعني انا حتى ما كان وعندي كثير تسجيلات قبل بس وقتها يعني وقت ربنا غير وقتنا. هيدي هي انه انا استجبت وربنا كان عن جد عم بيقول لي ايه هذا الطريق. نعم خلينا نشوف ونسمع شيء لك. اوكي كنا عم نشوف اوهام. هيدي من اي سي دي؟ هيدي من اخر سي دي قررته انا اختارت تصورت بال 2010 2011 تقريبا وبالاول كانت اول ترتيلي باللهجه المصريه. نعم. الحلو انه بالخدمه اللي عم بعملها صرت يعني عم بروح عند كل الطوايف بكل البلدان العربيه. رح نرجع هلا نسمعها. اوكي من غير يسوع اوهام كل الحياه اوهام يا صاوها لو حليت الأيام من غير يا صاوها يا ما حاولت في بعادي ما اسمعش صوتك بينادي يهمس يقول العالم يضحك عليك لكن ما قدرتش على صوتك صوتك فكرني أنا بموتك صحاني في كلمة حبيتك أنا راجعتيك فكرت هلاقي الحرية لما بعد وامشي لوحدي يمكن أيامي ولياليا تخفى عليك هتريني في وحل العبودية. فكرة اتفضل. لا بس اذا فيك تذكرنا مين كاتب اللي كاتبها وملحنها وموزعها اياد حداد من الاردن وجه له تحيه. الفكره من الكليب كنت عم تشرح لنا اياها تحت الهواء بتحكي عن بتحكي عن عائله كانت متواضعه نسبيا ماديا حتى الصليب هيك تحت المرايه مثل ما بنشوف كثير بسيارات بعدين ارتاحوا واغتنوا شالوا الصليب حطوا شيء كريستال وشالوا ربنا من حياتهم هيك الفكره يعني كان يعاملها لمرته احسن ما صار كله شغل وكله يعني بزنس كل الوقت بعدين بنشوف بالكليب انه اختفوا كلهم العائله كلها اختفت بقى هو وحده بعدين رجع لحاله انا راجع ليك لربنا رجع لنفسه رجع لذاته ورجع حط الصليب ورجع لعائلته. نزار مشتهر يعني بالتراتيل التقليديه يلي حافظينها وربينا عليها انه يصير في خرق لهالتراتيل بنغم جديد وكلام جديد يقدم شيء جديد كمان. نعم. نعم. كيف بتختار كلامك اللي عم يوصل لكل الناس؟ اول شيء في اشياء انا بكتبها اكيد وفي اشياء اشخاص يعني عندهم موهبه الكتابه شعراء وادباء ولكن عندهم خبره روحيه مع ربنا بيكتبوا هن يا واحلى تراتيل بحسها وهي اللي بتوصل اكثر شيء اللي فيها اختبار روحي معين. يعني مثلا بتذكر مره دقيت لانكل نعيم عاطف بمصر من اهم من كبار الكتاب المسيحيين يعني اللي بيكتبوا من الاقباط وقلت له انكل نعيم انا عندي مشكله انه بصلي وبحس في درع بيني وبين السماء بصلي وبترجع لي الصلاه بدي تكتب لي شيء عن هالموضوع انه امتى الصلاه تستجاب امتى لا. ليه انت ما قدرت تعبر هيدا؟ مش دائما بقدر اعبر. اي متى بتقدر تعبر؟ ما بعرف اوقات بوعى وبلش اكتب واوقات ما بتاخذ معي
واوقات بحس انه لا في تمكن بالكتابه، يعني في اوقات موهبه وفي في ناس تكتب احلى. في اوقات يمكن الالهام بيكون حاضر اكثر. بس شو كتب لك وقتها؟ وقتها كتب لي شو مش راحت في درع هلا. طيب بس تفيق علي. الشكر لك ان اعطيت، والشكر لك ان اجلت، والشكر لك ان انت فتحت الباب او اغلقته. هذا عن الصلاه. حلو كثير. نزار، في علاقة خاصة بتربطك بصوت وديع الصافي. اي طبعا. وفي علاقة كمان موسيقية غير طبعًا. علاقة الصوت وشهادته كبيرة طبعا بصوتك، واخذت منه لحن مش هيك؟ كذا لحن. بتذكرنا فيهم؟ في يا فتح باب السما، اللي هي كانت عنوان سيدي يا فتح باب السما بال 2002، اللي كان فيها جذبتني وكثير تراتيل. بعدين يا الهي كلمات بل الي صادر، يا فتح باب السماء كلمات الشاعر عبد الغني طليس، ويا الهي كلمات بل الي صادر، وبعد في لحنان ثلاثه يعني هلا عم رجع جورج لعملهم. يا فتح باب السماء يعني كلمات عبد الغني طليس والحان وديع الصافي، يعني الشاعر الكبير عبد الغني طليس، ويعني كمان الدكتور وديع الصافي اللي كمان الحانه مميزه بمسيرته الفنيه. شو عودتك اذا فينا نسمع مقطع صغير منها؟ بعرف صوتك تعبان. مجرب. عيديك ابنك يخلي لك يمين. ماتيو ولا ايان؟ ايان. عيديك سنه وشهر. سنه وشهر. خلي لك ميرسي. شو زادت تراتيل وديع الصافي؟ اكيد زادت لي كثير. ديجا شهاده استاذ وديع انه بعتز فيها، ويمكن اللي كنت احلم فيه كمطرب انه اخذ لحن من احد المهمين ما صار معي انا ومغني، صار معي انا ومرنم. وقتها استاذ وديع الصافي وعدني بكذا لحن، وفعلا انا بشكر الله على تدخل وديع الصافي بحياتي بطريقه معينه. بشكر الله. صار مقطع صغير. يا فاتح بواب السماء للناس صلي ومرفوع عين ايدي على اخر دموع الكاس، حميني برضاك وعطفك علي. يا نزار، نحن رح نشوف ونسمع ادعوك ابا ونتابع حوارنا معك. يوم ابتعدت انتظرتني، مهما خطئت تقبلني، انا ابنك تحبني لانك انت ابي. قلبك ربي نبع السماح، حبك يشفي كل الجراح، بين يديك قلبي يرتاح لأنك أنت أبي. يعني نزار اكثر من 1700 حفله بكل البلدان، هلا اللي كنا عم نشوفه باي بلد؟ هي بوارسو مع جماعه يسوع فرحي بال 2003، وقتها دعينا كجماعه نمثل لبنان. كان وقتها جان بول دول كل البلدان اللي زايرها وحكي فيها عن السلام، نقوا جروب من كل بلد ووقع الاختيار علينا كيسوع فرحي نروح نشارك وقتها. هونك شو علاقتك مع يسوع فرحي؟ علاقه عمر يعني أكيد. شارل شليلا اللي هو كان بعده بيلحن وبيوزع ليسوع فرحي، هو اللي يعني كان اول مدمج كنا سوا. يعني انا بالنسبه لي لكن اليوم انا كمرنم اوكي، يمكن الصوت اكثر شيء بيبين للناس، بس الصوت ما بيسوى شيء بلا الاشخاص الكثير اللي بيساعدوا، يعني اللي بيكتب، اللي بيلحن، اللي بيوزع، اللي بيصمم السي دي، اللي بيطبعه، اللي بيحكي عنه، اللي بيصور كليب. بالنسبه لي هذا عمل متكامل. مشان هيك مثلا شارل شليلا انا بعتبره من الاشخاص اللي كثير ساهموا بحياتي كمرنم. يعني اكيد نحن بنحييه لشارل وساهم بحياتك كثير. نزار يعني كثير ناطرينك اليوم، وكثير بيحضروك، بيجوا خصيصا من الاردن، من فلسطين، من العراق،
ومن مصر حتى يسمعوا كلمة الله اللي بتقولها بصوتك من خلال لحن وكلام الشعراء والملحنين. نحن حابين نختم معك بكلمة إذا بتحب تعايد الناس وببتات أحلى معايدة المسيح قام. أوكي. قبل ما عايد يعني أنا بحب هالمناسبة. في كتير بيستغلوها لحتى يصغروا عمل المسيح. أنا هون هيك حابب أختم بآية كتير حلوة بتلخص من الرسائل، بتقول وهو كان معادلا أو وهو في صورة الله، أوكي، وهو صورة الله بالأحرى، لم يحسب نفسه خلصة أنه معادلا لله، بل أخلى نفسه أخذا صورة العبد، صائرا في شبه البشر، طائعا حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة، من في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو الله لمجد الله الأب. أمين. بعتقد هيك آية بتضحط كتير أفكار موجودة من كلمة المسيح. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت، ووهب الحياة للذين في القبور. Christos anistit nekeron thanato, thanato patithas, ketis entesmimas izoi charisamenos. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت، ووهب الحياة للذين في القبور. بنعد على الجميع، بنعد عليك وخلي لك عائلتك المسيح قام حقا قام. اهلا وسهلا فيك مزار فارس ضيف الصباح. شكرا لك. نحن رح نتابع ما تبقى من حلقتنا بعد الفاصل، خليكم معنا. حلقتنا بتتابع وكتحية لوالدتها الفنانة الكبيرة الراحلة سلوى الأطريب. وبمناسبة عيد الأم أطلقت الفنانة علين لحود أغنية جديدة بعنوان بكير تركتيني بمنزل العائلة بعمشيط. تفاصيل بهالتقرير. غنيت وما تخاف علي، أنت الأم غنيت وما تخاف علي. من عائلة فنية صنعت مجد المسرح اللبناني خلقت ألين لحود وربيت وتشربت الفن الأصيل. ومن سنوات قليلة خسرت والدتها الفنانة الكبيرة سلوى الأطريب، واليوم ولمناسبة عيد الأم أطلقت ألين أغنية بكير فليتي هدية لروح أمها بإحساس كبير. فكرة صراحة الأغنية القصيدة بكير تركتيني كتبها دكتور حمد أبو درغة من حوالي سنتين، وسنة الماضي أستاذ غدير رحبيني نحن عم نحضر مسرحية على أرض الغجر خبرنا عن الموضوع، سأبت أنه نزركنا بالوقت ما قدرنا نقدمها سنة الماضي، فقلت أنا أنه بستغنم فرصة عيد الأم السنة وبطلق هالأغنية. وليش هون؟ لأنه هذا البيت العائلة مثل ما قلت بعمشيت، وهذا البيت اللي تزوجت فيه أمي. حبيبة قلبي ألين، بدي أقول أولا أنه عم بتشرفنا. تعرف صعب إلا صعب يحكي معها، لأنه قد ما بحب هيدي بنتنا، هيدي بنتنا نحن أنا وخليتها، ما كان عنا أولاد، خليتها تقريبا مربيتها قد ما أمها ربتها، وأنا عمها وعرابة. بدي أقول لك بصراحة، أول ما سمعتها بكيت، قلت لها وقف الغنية بدي أسمعها الليلة، بقى سمعت نصها. وشو بدي اقول لك، قالين عم تذكرني بسلوى، لانه خيمه صوتها قريب كثير من سلوى. بعدك عني غير حالي، كل شي تركت بقلبي غالي، منك باقي نجمي ببالي، بحكي معها وبتحاكيني تحاكيني. بالمنزل العائلي بعمشيت اختارت قالين تكون هالمناسبه بالمكان اللي تزوجوا فيه اهلها وعاشت فيه طفولتها. اللقاء تم بين اهلها ومحبينا. شهدتي بقالين مجروحة، بحبها على جميع الأصعدة. أول شيء كصوت كتير مهمة، وكقلب كتير مهم، وكإيداء كتير مهمة، وكذكاء، وإن شاء الله توصل بعيد. عم تعرف وين عم بتحط إجريا قالين؟ وهيدا أهم شيء. نسبة كتير حلوة وبتعبر عن عواطف قالين لأمها. جو كوناسا فوا وي هلا ان بيل فوا. ومن حظي الحلو انه اجي اسمع، طبعا بعرفها انا،
بس من حسن حظي يعني انه اجي اسمعها وشوفها هلا اليوم. الاغنيه هي رساله محبه نابعه من قلب ألين وقادره تلمس كل القلوب. غنيت وما تخافي علي، انت القوه اللي بقيت فيه، انت الهال اللي بعيني، مطرح ما بروح بتحميني. قبل ما نوصل لختام حلقتنا لليوم رح ننتقل سوا لاستوديو كلام بيروت. وصباح الخير سلمان ولضيفك، ينعاد عليكم. صباح الخير جوال، ولك الي صباح النور مجيد، ونقول له لضيفنا صباح الخير دكتور صباح الخير لك. صباح الخير لكم وللمشاهدين الكرام، نقول لهم كل عام وانتم بخير وان شاء الله عليهم ايام خير وعلى لبنان. كل سنه وانت سالم. اهلا وسهلا فيك دكتور. سلمان رح نقطع سريعا معك على ابرز ملفات الحلقه. ابرز ملفات الحلقه بدنا نشوف بالرياض شو صار حول موضوع الحكومه، التكليف، وموضوع قانون الانتخاب، وبلبنان كل هذه المواضيع مطروحة. موضوع قانون الانتخاب، في انتخابات وواضح أنه كل التوقعات تشير أنه هناك تأجيل. أيضا الجانب يعني تسمية الاستشارات، المواقف، مواقف الأفرقاء، وين بتلتقوا وين بتفترقوا، إلى جانب الموضوع السوري بشكل عام وتداعياته على لبنان. نعم، نتمنى لكم حلقة موفقة سلمان. وهلأ رح شكرا. اذا اللي بتذكر انه كل اللي عم يتابعونا على الارضيه فيهم يتابعوا اكيد كلام بيروت، اما على الفضائيه ففيكم تتابعوا غير برامج، واذا بتحبوا تتابعوا كلام بيروت ففيكم تتابعوه على الويب سايت الخاص بتلفزيون المستقبل futuretvnetwork.com، واكيد فيكم تحضروا اعادات لحلقات اخبار الصباح وباقي البرامج. بالختام وقبل ما نكون مع تقريرنا الرياضي، بدي اتمنى عيد مجيد للكل. المسيح قام حقا، قام لكل يلي بيتبعوا التقويم الغربي، ولكل يلي بيتبعوا التقويم الشرقي صوم مقبول. بتقريرنا الرياضي لليوم رح نحكي بالتفاصيل عن مباراة أوزباكستان ولبنان يلي جرت مع بعثة تلفزيون مستقبل يلي كانت موجودة مع زميلنا فارس كرم. بكرة حلقة جديدة بتمام الساعة 7:30، كونوا على الموعد. باي.